بسم الله الرحمن الرحيم، وياكم سيد عدنان من مايك بشراكم جديد. اليوم عرسنا في كرانة ومعرسنا حسن الواري. خلنا اليوم ندخل ونشوف وايش يقول المايك. حياكم. وشو انا لوا وشو اقول عاد؟ الله يطيب. اشتغلت كاميرات ثانية هنا. تعال جوز، تعال اتكلمه؟ لا اسأل اتكلمه. تعال احمد. صل على النبي ابو يحيى، صل على النبي. بارك لي بارك لي. لابس اسوان ناس مو تحطني هذيك. تعال الحين باركت الشيخ عقيد قال المهار، تحط بالك لو لا؟ ما احط بالي. متاكد؟ اكيد 100% طالع المهار. 100%. اي لازم نطالع المهار والشبكة وكل شيء يعني. باكر بلادنا، لا بلادنا باكر كان نعرف هالمار هالقد، هالسنة هالقد، السنة الجاية هالقد. هذا كان تعمونا تعرف بال هالقد عندهم. لا ممكن يصير على المهر ضريبة بعد. بنزل اول لا بنزل بقولي قاعد فوق ما اعطاك فوق قاعدة. اول شيء انا بس اكسر شجع وانا برشلونة وريال مدريد. انا ما اشجع لا هذا ولا هذا، بس اميل للرياض. يا ولا هذا ما حاكمني. انا برشلونة بس انا ما استمتع في اللعب. ما اشجع لا بس وين شوفك تشجع الريال؟ اميل للريال. ما قلت لك وين شوفك تشجع الريال؟ نحن ناس برشلونيين. اشجع الريال نبقى كتالونيين احنا. ما تتكلم سوي لي بالإشارة. عندنا سيستم الإشارة. الخالي دا قال ما في كلام حق الخالي. يقول إلا قال كفاية الخالي. يقول لا أنت كفاية الخالي. أنت مو أنا قاعد ولا أنت بكبرك كان في واحدة عيون خضراء وعيون زرقاء. إذا أنت تقول كذي لا أنا ما قلت. أنت اللي قلت. أنت الخال. أنت الخال. عم باليوم قبل باكر. يلا دز عمرك. أنت تبالفان ولا ما تبالفان؟ حق ولك حق ولك. داخل عليها ها. أنا عندي صراحه اقول ابو شقره. اذا رحت عرس والشيخ قاعد يقول كم المهر، تحط بالك لو ما تحط بالك؟ اكيد لا حط بالي. لا يهمك الاشياء يعني؟ اكيد هذا شيء اساسي. تحب تعرف كم المهر؟ اي لا خليها في المعماري. لا دائما اعرف انا ما احتاج. يعني لا يعني تحب تعرف؟ لا اني اعرف بالصدفة كان بها ما اعرف ما اسال. ما اسال. لا مو شغل هذا يا استاذ. لا هو او لا هو ابو المعرس ولا ابو العروس عشان يسائل، فما يصير سائل. اي لا انت تروح تبارك لهم وده تقول الله يوفقهم ان شاء الله في حياتهم. تلفونك بطلع. انا قاعد اصور وين ابو عاد. مو فيديوز ولا جنب خلاص. بعلم تعب الاشارات. بعلم في الاشارات. يلا سو 1000. هذه 1000. مبروك الزواج. يلا سو له. يلا له. عرف العشاء وايش؟ اهم شيء العشاء. لحم دجاج سلم. ما ادري والله العشاء توني جاي انا اكو بوفيه. بس انا اسالك عن سؤالي. المهر ما مستفيد ما بيعطوني منه. اهم شيء المطلوب العشاء. العشاء بيعطونا منه. لا حين المهر عادي يعني خلاص معروفه يعني السالفه معروفه اللي هو 1500 2000 ما تتعدى هذه الامور. فالتركيز هذا يبين من الخزعبلات. والله ما تعرف عليه المهر عادة، فهذا بركة.
ما وشرف انك تعرفها والله ما تبقى معروف البركة هذا المهم. لا لا ان شاء الله بس احنا نجي ندعي عليها البركة ان شاء الله الله يرزقها الدير الصالحة والله يوفقها ان شاء الله. تاكلوا ضروري حبيب قلبي. لا ولد كهرب منو؟ ابراهيم هرب ما هرب عن المايك ما يبي يورطكم. شكرا شكرا والله ضدنا بالتويتر. نحب مبارك الاخ ابو نوح لزواجه وهالسوالف وشكرا لكم. يا ادريس اوه انا من ساعه يقولوا لي بيجون لك ذا ليه ما ما شلون خوك نزل ارض واد عمتي ضحكت عليه مو زي ضحك علي الحين ما اقدر اتكلمنا بيت نوحي ما بغوا يعزمونا اصلا عزمونا يعني صدقوا في كلامهم العب عارس بعد شوي صعبة لو عشاء بروحك في بيت شيء صدقوا لكن يلا الله يطرح البركة مبروكي عمي واحدة بالرفائي بالرفائي الفيديو بيشوفه هو ايه ليه كله اهم شيء يقلل الفلديم ويقلل السهر هو يعرفها انا بسلام ما سلمت اخوي وين وش تبي يلا خوم